قاعد فيه مسكين ديما نحيد من هنا ديما نبارك انا وياه وتحدث معنا وكل شيء. تموت على هذه البنت تقيسها في عينيها ما تقيسها في وجدان وجدان وهذه المراه ما تتادي حتى نمله. هي ضحيه راه هي ضحيه اختي ماشي خاطره. قالت لك البنت ولا الام؟ قالت فيا الام 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 لحقاش الام كانت هزه الدقه هنايا شهر ديال رمضان وهي مليوحه هنايا وهي مريضه بالكآبه وكل شيء وبنتها كيقولوا لها شدي بنتك ديري لبنتك فعلي لبنتك وهي مريضه بحال هكا زعما شرحي لينا بسطيني مثلا كتبغي كتخرج ولادك يقول لها شدي بنتك هي واقفه مع هاد وهي واقفه مع فهمتي يعني الناس ما تترحمش على الهضره المجتمع ما كيرحمش قوه على الهضره. قالت لها ما حبستها مع عمرها ما حبستها قالت لها ما تخرجيش درت لها غير هكايا قالت لها دوزي ما تخرج طاح الدريه غيبت ماتت. طلعت واحد الطبيب قالت لي اجي تشوفها لقاها ماتت عيطت كانت غير هي وياها والله سبحانه وتعالى هي وياها والله سبحانه وتعالى عيطت لجارتها هضرات معايا من الشرجم قالت لي خديجه كلمي لي الطافك قالت لي وجدان انا زدت الدار قلت رجع لي رجعت جات عندي جارتها قالت لي اجي راه وجدان ماتت جات لومبيلونس الدواء. البنت ما كانت كتعاني لا من مرض لا من والو عندها ازماتيك الدريه دريا ازماتيك والام قالت لهم انا والو من هنا كتقول لهم انا اللي قتلتها وهي راه ما قتلتها ما والو غير جات الافات على يديها وصافي هادشي اللي كاين كانت مفشاها كانت متسرة مفشاها وما استطاعتش تفششها وباها كاين وهي اللي كانت عزة ولادها وطيب لولادها ودير لولادها وتبيعها الكارو هنايا وتقاتل على ولادها صافي منها المرأة منها الراجل تموت على هاد البنت تقيسها في عينيها ما تقيسها في وجدان وجدان وهاد المرأة ما تتأذي حتى نملة درويشة شادة قريطة هنايا هذه شهادة الله اليوم غد الدين هادشي راه نقولو في هاد المرأة هادي. إذا شنو تبغي تقولي شنو الرسالة ديالك؟ اللي بغيت نقول بأن هاد السيدة مريضة فيها الكآبة وبأن الكآبة داروها لها الناس بالهضرة. آه مريضة وأن ما عمرها ما الأم هادي كنعرفها جيدا من الصغر ما عمرها ما تنوي تقتل بنتها. إلا كان هادشي هذا والله يجعل لها شي تخفيف من عند الله والله يخفف على هادشي اللي غنقول. شنو العقاب اللي تبغيه لهاد الأم؟ لا مرة معقولة الله يعمر لها شنو العقاب اللي تبغيه تبغيو ولا شي عقاب مخفف ولا مشدد لا 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 ما بغيناش تشد هاد السيدة معقولة يخفوا عليها مسكينة وعزيزة عليها مش ما بحالهاش أنا كنعرفها كتبيع مسكينة غير ديطاي هنا وسيرتو هاد القنصلة هاد القنصلة خايب لدرجة ما كتصور يعني مسكينة هاد الأم حيلتها الخدمة تزنقها منها مرة ما لنا راجل هي ضحية هي ضحية هي ضحية أختي يعني اش من عقاب هي غايتسدوا عليها وكاين كاينه شي ام غتقتل الام البنت يعني اش من حياه مسكينه بقات تحت هاد المراه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا بعدا سمعتها البارح في الليل ما نقولش لك اختي سمعتها غير البارح في الليل وانا جايه دابا انا كنبيع ونشري هنايا وكنعرفها وكان انسان كيروف عليها في سبيل الله ولكن ما غتبغي حتى شي ام تقتل بنتها الله يحسن العوان هادشي اللي غنقول لك الله يحسن العوان حتى شي ام ولكن هاد الجيل ديال دابا سيرتو هاد القنط اللي هما فيه كيبغيو يعيشوا فوق النيفو ديالهم كيلبسوا الحاجه اللي ما كايناش وباغينا صحه طبيعة الحال تخيلي ان واحد السيده كتبيع الديتاي وخصها توفر لهاد الوليدات شي حوايج لا وكتنهي الام كتنهي على اي حاجه يعني الانسان غير مجرد غير بغات تنهيها راه وقع الغلط وصافي ما يمكنش اختي الله يجعل ربي يدير توبيت الخير ماشي الخاطره هادشي ماشي الخاطره مسكينه كنعرف انا عايشين معانا كاع الله يرحمها البنيه الله يرحمها كاينه والله ما تصبر كنتي كتمشي عندهم بزاف للدار بزاف ها هي الدار هاد الزنقه حدانا انت تقريبا بحال كبرتي وجدان كبر معاه وتنقعد معاه في هاد البلاصه تبيع الكاطو مسكينه تصبر ليها طيب لها فطور دير لها العشاء دير لها كل شيء مسكينه ما خسرهم حتى حاجه مشاها مشاها بزاف على بزاف مشاها مشاها بقله الامكانيات اللي عندها اه مسكينه بسم الله تدين معاها مزيان تدين مع مزيان مسكينة بزاف بزاف هالصبيطات هذاك التليفون كل شيء شارية لها مسكينة توفر على كل شيء ما عمرنا ما دارت معاها واش كانت كتضربها بصح؟ لا ما تضربهاش تضرب شماية ديما معايا ديما قاعد ما كانش تضربها تضرب على كل شيء مسكينة وخدام عليها وهي اللي توكل لهم عدا واحد في الحبس واحد في الباك مسكين تا هو ها هو قتشر ها هو قتشر مسكين شكون يقول باه تقول لي السبيطار تقول قتا وروني بنتي ودخلوها شافوا بنتها دخلوني نشوف بنتي غادي تجهل باك مسكين ما عندها شحال عندها الوليدات هاد السيده؟ ثلاثه واحد في الحبس واحد هادي اللي مات والراجل فين هو؟ مطلقه طلقها مسكين يعني هاد المرأة كان منها المرأة منها الراجل منها كل شيء مسكينة هي كل شيء منها تكلم تشرب هي كل شيء هي راجل ها
يلاه مريضه عند الضيقه. دابا هاد البنيته جات تسلم المراهقه شويه صعيبه. اه واعم كانت باغا الام توجد ليها المراه كتبيع الديتاي وباغا توجد لها ديال شي وحده موظفه. توجد لها كلشي مع باقا ما عندهاش العقل. ما عارف هو المسكينه باقا صغيره عندها 17 عام باقا صغيره عندها الضيقه تاع هي الام. بقات فيك صاحبتك مسكينه. بقات فيا مسكينه هادي من حيد من هنا. ديما بركا انا وياه تحدث معنا وكل شيء. وجدان 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 ميت نوض ويا وجدان. ايه وجدان وجدان توجد ليها كل شيء دير لها الفطور تفطر دير لها الخضر. كانت كتمنى في هاد وجدان شنو كانت كتامل فيها؟ ايوا الله شنو باغا تتمنى فيها تتشوف كانت كتقرا وجدان؟ كانت تقرا وما كتبقاش تقرا قلت ساعتها. هي مسكينه بغاتها تقرا بغاتها. تقرا بغاتها كل شيء كل واحد يبغي ودي يبغي خرج ولدك طل احسن. بغات تفرح بها بغات تشوفها مزوجه بغات تشوفها بوليدات. اه مسكينه وباقا صغيره وضعيفه. ودا ما عندهاش ودا ما عندهاش حتى الباك مسكين. هاد الضغط كله هاد الضغط راه مسكينه. بغات تدخلوا للتكوين ما لقاش باش تقيدوا الدري مرض لهن ما لقاتش باش تدوز ليه. زعما صراحه زعما واحد العيشه عيشه مكرفصه لا يرتاح لها.